مساء الله، صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزور بروكرز، تاريخ 25/5/2020. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الجنود الاقتصادية، ليس هنالك أي أرقام ستظهر اليوم قد تؤثر على حركة الجنيه الاسترليني، وذلك بسبب عطلة البنوك في المملكة المتحدة. وكذلك لن يكون هنالك أي أرقام اقتصادية خلال الفترة الأمريكية، وذلك أيضا بسبب عطلة البنوك في الولايات المتحدة. أما من الناحية التقنية، نلاحظ التداولات المحايدة للجنيه الاسترليني مقابل الدولار. تداولات داخل المنطقة المحورية 21.68 21.83 كسر مستوى ال 21، وتداولات أعلى مستوى ال 21.85 تعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستوى 22.30، وفي حال كسر مستوى 22.45 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستوى 22.90. لا تتغير النظرة الإيجابية إلى نظرة سلبية إلا في حال كسر مستوى وتداولات أقل من مستوى 21.60، الأمر الذي يعزز فرص وصول الأسعار إلى مستويات 21.20، وفي حال كسر مستوى 21.5 فإن ذلك أيضا يعزز النظرة الإيجابية النظرة السلبية للوصول إلى مستويات 20.60. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.